ولذلك في آخر الآيات قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا أردت تحسن إليه بيأتيك الشيطان. مجنون الأخ أنت مجنون يا أخي، يسيء إليك خلاص يا أخي اتركه، واترك الحية وشجرتها والباب اللي معه يجيك معه ريح، صكه واستريح. كل هذه أمثلة من إبليس من الشيطان، لأنه مستشار هذا الإنسان لا يريده أن يصل إلى الإحسان. ولذلك نقول لا أحسن، إن لي رحم أصلهم يا رسول الله ويقطعونني. أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يحجلون علي. شو رأيكم أحبابي؟ يعني كل أبواب الطيب جيت معه. ماذا فعل الحبيب وماذا بشره؟ قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرمل الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. الله نصير، الله معيته معك، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.